بكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وعفيف متعفف ذو عيال، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إخوتي وأحبتي في الله، الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ما لي أراك عنيفا على الناس، ما لي أراك غليظا في تعاملك مع الناس، ما لي أراك قاسيا في حكمك على الناس، ما لي أراك لا ترفق بالناس. إخوتي، الشدة في الحق لا تنافي الرفق، الرفق هو هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الرفق، اللين، التعامل مع الناس بألفة وبحب وبتلطف. إخوتي، ما لنا نرى اليوم الشحناء والتباغض والتنافس، ما لنا نرى اليوم بين المسلمين عداوات. إخوتي، أنا حين أشرت إلى أن بعض المنتقبات يسيئن وبعض الشباب أصحاب اللحى يسيئون، فإن هذه الإشارة تذبح قلبي، ولكنها دعوة أن نصلح أحوالنا لكي لا يشمت بنا الشاهدون، لكي لا يشمت بنا الشامتون. فليس هذا مسوغا لأن تخلع امرأة النقاب، وليس هذا مسوغا لأن يحلق شاب لحيته. لا تعالج الأمر بالعكس، إنما نقول أصلح نفسك لتكون أهلا لهذه اللحية، وأصلحي نفسك لتكوني أهلا لهذا النقاب. وتعلموا وتعلمنا علم الإيمان، ومنه علم رقة القلب، كيف ترق قلوبنا. اللهم ارزقنا رقة القلب يا رب. قال سبحانه: ولا تكونوا، قال سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد يقسي القلب. رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، رقيق القلب بأقربائه، رقيق القلب للمسلمين، يبكي لبكائهم ويحزن لحزنهم ويتألم لألمهم. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا شكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أين هذا المعنى في حياتك يا مسلم؟ جيرانك، زملاؤك في العمل، أصدقاؤك، معارفك في المسجد، أين ألم قلبك لتألمهم؟ أين فرح قلبك بفرحهم؟ هذا سبيل لدخول الجنة. إخوتي،
لعل هذا الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك، ولكنه مقام الخطبة. فلذلك أخرج من هنا وأشهد الله الآن، الآن الآن، الذي يرى قلبك سبحانه المطلع على صدرك، أنك نزعت من قلبك كل غل لمسلم أو حقد على مسلم أو ضغينة أو بغضاء أو حسد لأحد من المسلمين، ثم أبشرك بالجنة شرط أن تفعل ذلك بإيمان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، فك اللهم أسر المأسورين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم اهزم المشركين والكافرين، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من بيوت الله يخرج كل